ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم سالي. هوريكم شويه مشتريات النهارده من خامات الحلويات باسعارها الجديده. طبعا انا جبت ده شوفان سعره 56 جنيه، ده بالكيلو كده شوفان حبه كامله. انا جايبه نص كيلو، ده سعره 56 جنيه. تمام، ده شكله اهو، بصوا حلو جدا على فكره ونضيف جدا. جبت كمان الفانيليا، دي الفانيليا البودر سعرها 1100 جنيه. انا جايبه دول بحوالي 50 جنيه، بس دول يعني خام خالص، مش مضاف عليها اي سكر خالص. تمام، وجبت هنا ده البيكنج باودر بتاع دريم، حلو جدا، وكمان كيك شيف بتاع دريم، بس كيك شيف غالي جدا، بقى سعره دلوقتي 4 جنيه الا ربع. تمام، يعني 3 جنيه 75، وده سعره 2 جنيه، وفي اماكن بيبيعوا ب 175 اللي هو البيكنج باودر بتاع دريم. طيب، وكمان بستعمل الخميرة بتاع دريم، دي سعرها 2 جنيه ونص، وفي اماكن تانية بتباعها ب 2 جنيه 75. دي حلوة جدا جدا في المعجنات. كمان الكاكاو الخام سعره بقى 160 جنيه، طبعا سعره تضاعف، يعني 3 اضعاف كده. انا جايبه تمن كده ب 20 جنيه، خلاص. واللبن البودر النيوزلندي ده سعره 170 جنيه، الربع عامل 42.5. ده لبن كامل الدسم نيوزلندي، حلو جدا. الكريم شانتيه بقى في نوعين، المتحده ب 200 جنيه، ونوع تاني اسمه كريم شانتيه سوبر ستار سعره 178 جنيه، اللي انا جايباه الربع كيلو فيه عامل 46 جنيه. ماشي، دي الاسعار بقى الجديده، يعني اخر حاجه يعني. تمام، دي شوكولاته سما بالحليب، تمام، سعرها 91 جنيه، وكانت شوكولاته جولدن باك اغلى منها شويه، كانت ب 110. ده تمن، حوالي 8 كيلو كده، عامل 11 جنيه او 12 جنيه. تمام، شوكولاته كمان سما اللي انا بجيبها بالكيلو كان سعرها اخر حاجه جايباها 65، دلوقتي انا جايباها ب 90 جنيه، سعرها بقى 90 جنيه. وده كيلو دقيق سايب مش مغلف، سعره 16 جنيه. وهنا الفول المدشوش ده سعره 30 جنيه. وكمان الاكياس سعرها الكيلو فيها، اكياس السندوتشات سعرها الكيلو فيها ب 60 جنيه، انا جايبه ربع كيلو اهي، دي اللي بتشيل الحاجات الصغيره شويه، ده اللي بتشيل ربع كيلو، جايبه ربع كيلو ب 15 جنيه، وده سعرها. وكمان الورق ده اللي هو بتاع بديل ورق زبدة، او بتطلعي عليه الحاجات اللي فيها زيت يعني المقليات وكده، ده سعره الكيلو فيه بقى ب 50 جنيه. انا جبت بس تمن كيلو بس كده، ده سعره 50. ودي الكربوناتو سعرها 30 جنيه، يا ما زالت نفس السعر، يعني من فترة كانت زيادة فهي نفس السعر، سعرها 30 جنيه، انا جايبة نص كيلو اهو. وكمان ده ملح الليمون سعره 120 جنيه للكيلو، انا جايبه حوالي 8 كيلو كده عامل 15 جنيه. وجايبه كمان من الفانيليا الخام اللي هي الزيت الخام خالص، هي سعرها 320 جنيه حاليا، انا جايبه بس دول ب 20 جنيه، زي ما انتم شايفين وزنها 65 جرام بس.